حياكم الله من جديد. كثيرة هي التقنيات الحديثة اللي دخلت لمجال الطب مؤخراً، ومنها تقنيات العلاج الإشعاعي. خلونا نتعرف أكثر على طبيعة العمل في هذا المجال مع فنية العلاج الإشعاعي إسراء ربيعية. أهلا وسهلا بك إسراء. يا هلا فيك، وأنا جدا سعيدة بتواجدي اليوم هنا معاكم. إسراء، قبل ما تدخلي إلى هذا التخصص النادر وتختاري كمجال الدراسة، أكيد كان في عملية بحث، يعني فإيش هي المعلومات والمؤشرات المبدئية كذا اللي خلتك تحسي بأن هذا المجال هو مجال عمل مناسب بالنسبة لك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا أنا تم ابتعاثي لدراسة هذا التخصص إلى المملكة المتحدة، بالأخص في جامعة ليفربول. طبعا قبل المبدئي كان في البداية بأن بعثت لي دراسة التصوير التشخيصي حتى أكون يعني صريحة، ولكن قبل أن أبدأ مسيرتي في التخصص بالنفس قمت ببعض عملية البحث اللي هو السريعة، وجدت بأن العلاج الإشعاعي شد انتباهي أكثر من التصوير التشخيصي، وجدت بأن مخرجاته كعمانيين كطاقم عماني نادر، وأنه أنا من أول المبتعثين إلى المملكة المتحدة من سلطنة عمان لدراسة هذا التخصص. فحسيت بأنه نحتاج كادر عماني، لأنه التخصص بدأ في عمان كتقنية علاجية، فشد انتباهي. من عملية البحث التي قمت فيها شد انتباهي المعدل الخطي، وهي الماكينة الأساسية اللي نحن نستخدمها لتلقي أو توصيل العلاج الإشعاعي لمرضى السرطان، فحبيت بأن أكون واحدة من طلب العمانيين الخريجين في هذا التخصص، وأن نبدأ مسيرتنا في مركز سلطان قابوس لعلاج وبحوث أمراض السرطان. إسراء، كونك متابعة للجديد في المجال، خبرينا عن أهم التطبيقات الحديثة الموجودة الآن حول العالم في مجال العلاج الإشعاعي، واللي هي ربما مطبقة الآن عندنا في السلطنة أيضاً. الحمد لله، اليوم تم علاج أول مريض بتقنية العلاج الإشعاعي الجراحي في آن واحد، وهذا ما يدعى بالسايبر نايف، عبارة عن تقنية جديدة من نوعها فريدة جدا، وهي عبارة عن توصيل العلاج الإشعاعي والجراحة في آن واحد. يتم استخدامها لمرضى السرطان الذين لم يتمكنوا من الخضوع للعملية الجراحية أو أي جراحة قبل تلقيهم للعلاج الإشعاعي، ففي هذه التقنية يتم تقليص حجم الورم أو قتل الخلايا السرطانية كذلك بالجراحة والإشعاع في آن واحد. من التقنيات الأخرى مثل ما ذكرت سابقاً هي وعدنا المعدل الخطي، وهو عبارة عن توصيل العلاج الإشعاعي بآلة كبيرة من حجمها، تكون عبارة عن جرعات من الإشعاع، وذلك لنفس الهدف لقتل وهو تقليص حجم الورم الإشعاعي. غرف العلاج الإشعاعي عادة يكون لها تصميم معين بحيث توفر شكل من أشكال الحماية للأشخاص العاملين في هذا المجال، ولكن هل تبقى في احتمالية لوجود نوع من الضرر الجانبي لفن الإشعاع أيضاً؟ هل ما زال هذا موجود؟ هناك احتمالية ضئيلة جدا من الممكن نقول بأن يصل هنالك أي ضرر إلى موظف العلاج الإشعاعي أو فني العلاج الإشعاعي، حيث أن تصميم الغرفة التي تحتوي على المعدل الخطي وجميع غرف العلاج الإشعاعي تم تصميمها خصيصا لحماية جميع المارين، حتى ممكن نقول ليس جست فقط موظفي العلاج الإشعاعي، حيث أن جدران الغرفة غرفة العلاج الإشعاعي يصل سمكها إلى متر، فإذا يدل على أن هنالك احتمالية ضئيلة فقط من أن العلاج أو الأشعة أن تصل إلى من هم خارج غرفة العلاج الإشعاعي ومن غير المستهدفين اللي هو غير المريض. كذلك يوجد هنالك تصميم خاص بوجود ممر في نهاية غرفة العلاج الإشعاعي، وذلك لمنع وصول أي من هي الأشعة المتطايرة إلى موظفي العلاج الإشعاعي، حيث من المعروف بأن الأشعة دائما تنتقل في خط مستقيم، فوجود هذا الممر يعني أنه يمنع وصول الأشعة إلى خارج غرفة العلاج الإشعاعي. نحن كموظفي علاج الإشعاعي كذلك نعطى جهاز صغير يسمى بالTLD، وذلك لقياس جرعات الإشعاع التي قد تلقاها الموظف خلال ممارسته للمهنة. يتم قياس الجرعات بين آن وآخر تقريبا كل شهرين. إسراء، مهنتك تعطيك فرصة فريدة وحساسة أيضا للتعامل مع مرضى السرطان، كيف هي تجربتك في التعامل مع هؤلاء الأشخاص وكيف أثرت عليك أيضا؟
طبعا وجدت هذه فرصه اللي هي فرصه التعامل مع مرضى السرطان واحده من اجمل الفرص، ويعني بتبقى مخلده في ذاكرتي طوال العمر. التعامل مع مرضى السرطان ممكن اقول جميل ومحزن في آن واحد. احيانا تجد بعض الحالات التي يعني تأسر القلب وتحس بحزن شديد عندما تراها، ولكن هنالك في المقابل حالات تجد الروح الإيجابية معهم عالية ومتفائلين، يظنون بأن هذه التجربة سوف تكون فقط عبارة عن خطوة بسيطة، ومنها يعني بيكون يعني مثل ما نقول شيء وتخطوه. ف يعني حسيت بأن التعامل مع مرضى السرطان تجربة جميلة، وأحس بأن لها طابع فريد، وحتى حسنت علاقاتي الاجتماعية. فيعني بعد يعني هنالك يعني الكثير من المرضى بعد ما ينهوا رحلتهم في العلاج الإشعاعي تجد بأن نتواصل بعد ذلك، فيعني تواصلنا لا يقتصر على فترة العلاج الإشعاعي، وإنما نستمر في التواصل حتى بعد. وهذا التواصل الحيوي والدافئ ما بينك وما بين المرضى أكيد أنه هو أيضا يسهل ويساهم كثيرا فعلا في عملية العلاج أساسا. أكيد أكيد، لأن أحيانا حتى مثلا يرسل يعني مثلا تحس أحد المرضى يرسل إسراء مثلا بدأت تظهر معي بعض الآثار الجانبية وغير، فهم لأن هنالك بعض المواعيد المخصصة التي يمكنهم فيها مقابلة الطبيب، ولكن تواصلنا نحن مع المرضى حتى بعد اللي هي إنهاء رحلة العلاج الإشعاعي على الأقل نقول يعني نقدر ننقل لهم بعض روح الطمأنينة، فمثلا نقول لهم لا هذا طبيعي، نحن أصلا نتوقع حدوث هذه الآثار الجانبية وغيرها، فتحس بأن يعني نعتبر كوسيلة لهم بأن نخفف الخوف ويعني القلق اللي هم يشعروا فيه. فيعني المرض مرض غير هين، ولكن نحاول بأن نقلل ولو شيء بسيط من الخوف والتوتر اللي يعيشه. بالتأكيد، شكرا لك إسراء على وجودك الجميل معنا اليوم في كيان، واتمنى لك كل التوفيق في المراحل المقبلة من عملك بإذن الله. إذا مشاهدينا راح ننتقل معاكم الآن إلى فقرة ذوق، ونتعرف على أفكار جديدة لتنسيق طاولات الطعام.